السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم على قناه شارع بين خلاص قبل ما نبدا ونقول صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام زي النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام جايلكم النهارده ان شاء الله فكره يعني مش فكره بقى هي عدد المصاصه مع الفانوس مع البيضه الجديده مع اللمبه الاشكال كلها الجميلة الحلوة دي بص بالوناتها البهية دي الوانات جميلة جدا طبعا حاجة اه كل يوم كل يوم في العالي كل يوم بسعر شكل بس الناس هتعمل ايه لازم تكمل المشاريع اللي هي عملتها وتنزل تجيب الاسعار يعني يعني اه بتعلى اتنين وتلاتة جنيه بس يعني حلو برتك ما شاء الله المصاصة زي دي حلوة اوي جميلة جدا شكلها حلو اوي يعني طعمها جميل بتتحط مع الفانوس والبيضة والحاجات دي كلها شكلها حلو قوي وجميل جدا طبعا عدد ال احنا معانا معانا نص كيلو من المصاصة ونص كيلو من الفانوس آه والعروسة واللمبة الجديدة والحاجات دي كلها إن شاء الله معانا النص كيلو من المصاصة عامل كام عدد العدد بتاعه ميه اتنين وتلاتين واحدة ميه اتنين وتلاتين واحدة من نص كيلو. ده اللي قدام حضراتكم ده نص كيلو واحنا جايبينه بس كده ايه يعني عشان بس اصور لكم الفيديو اهو 100 ب 132 كيلو ب 132 قطعه بكام الكيلو بتاعه الكيلو بتاعه بثمانين جنيه الكيلو ب جنيه الكيلو ده نص ب 40 جنيه وعندك الفانوس طبعا الاسعار دي كلها اسعار واحده والفانوس والعروسه كيلو بخمسة وسبعين جنيه، ده نص كيلو باتنين وتلاتين ونص، ده عامل ميه ، ميه اه ، ميه خمسة قطعة، ميه خمسة وتلاتين قطعة من العروسة والفانوس واللمبة، ميه خمسة وتلاتين قطعة، لو عجبك الفيديو تنساش بلايك وشير وأرجو الإشتراك في القناة عشان نوصل حضراتكم كل جديد، وأسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.